وبرشا. نمشي للعنوان الثاني. رئيس الدولة يدعو لإعادة أحداث ديوان تنمية الجنوب والصحراء. دونك اجتمع رئيس الجمهورية البارح بقصر قرطاج بأحمد الحشيني رئيس الحكومة وسهام البغديري نمصية وزيرة المالية. تناول الاجتماع مجموعة من المحاور بالخصوص إعادة أحداث ديوان جديد لتنمية الجنوب والصحراء مع الاستئناس بديوان تنمية رجيم معتوق والمحدث اللي حول الصحراء في المناطق هذوما إلى مناطق خضراء، لأنه حين تتوفر الإرادة الصادقة والعزيمة التي لا تلين يمكن أن تتحول المناطق القاحلة إلى مناطق تنتج كل أنواع الخيرات. وذكر بطبيعة رئيس الجمهورية بأنه ديوان تنمية الجنوب اللي تم أحداثه بمقتضى الفصل 71 سنة 1984 لم يحقق حتى القليل من أهدافه، كما أنه إعادة أحداث هذا الديوان بمقتضى القانون 83 سنة 94 لم يغير من الأوضاع شيئا، ولم يقع سوى استبدال نص بآخر دون أثر لا يكاد يذكر في حيز الواقع والتنفيذ. وشدد رئيس الدولة على أن التجربة لا يجب أن تتكرر، والنصوص اللي توضع يجب أن تجد طريقها بسرعة إلى التنفيذ. فالنص القانوني ماهوش هدف في ذاته، بل هو الأداة القانونية لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها. محمود، هو لوديس كي تجي تشوف بعد ما تبدل التكست النص القانوني الثاني متاعه، معناها دونك كي تجي تلوج تلقاه من 94 لوديس تعمل تحت وزارة التنمية والتعاون الدولي. جي تشوف انا ما في بالي ما عادش موجود. هو صحيح راهو ما عمل شيء، هو راه ما فماش حاجه كبيره معناها حتى تدخل ما نذكروش حتى انجاز ولا مشاريع ولا حاجه. ما فهمها معناها انجاز ومشاريع، هو التشجيع على الاستثمار في قابس وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصه. تشجيع الاستثمار، مش هو اللي باش يعمل الاستثمار. ولكن الكلمه اللي قلتها انت صحيح، كرو هو يعمل الاستثمار. كرو هو يعمل الاستثمار ويدخلوا في الاستثمارات، خاطر اقوى تشجيع للاستثمار هو الاستثمار في حد ذاته. راهو المستثمرين والخواص كي يشوفوا الدوله تستثمر مستثمرين فيها يولي تبع بعضهم، معناها شجع باش تشجع هاو تعمل له باش نقص لك وباش نزيدك وباش نسهل. بالك يعملوا شركه اهليه غادي كتو، معناها كي تقول استثمار كله في اطار الشركه الاهليه. تو كي تدخل الباج نتاع ديوان تنميه الجنوب تلقاهم اخر اجتماع عملوه 8 مارس 24 في قفصه للميزانيه نتاعهم وكل شيء، وتلقى الببليكاسيون كي ترجع باربع ببليكاسيونات تلقاهم يخدموا على هذوما شو اسمهم هما الشركات الأهلية. اما الشركات الاهليه حاجه، خاطر اللي قاعد نشوف فيه هنا توا الشركات الاهليه هذوما كلهم شركات صغار صغار نتاع معناها لازم مشاريع كبرى، معناها مش تحكي على تشجيع منطقه ونحكي على تنميه الجنوب والصحراء وانه الصحراء تولي خضراء، هوني نحكي على ميزانيه كبرى واستثمارات كبرى. بالضبط. نمشيو للعنوان المواليه.